اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم نزلنا للشارع باش نسقسيو كل مواطن جزائري في ميزو شكون هو اللي في دال اكثر ولا شكون هو الاكثر وفاء في الحياه الزوجيه، المراه ولا الراجل؟ خلينا نروحو نشوفو الاجابه تاعهم كيفاش كانت. شوفوا معانا في ميزك انت يا صراحه في الحياه الزوجيه شكون اللي في دال بزاف، المراه ولا الراجل؟ انا بالنسبه ليا ماشي اوطون كي راجل، نقول لك باللي انا بور موا نعرف باللي الراجل هو اللي في دال. علاش؟ باسكو الراجل عنده ما يقدرش يسمح في مرته تمتم، وزيد دوك هذيك في هذا الوقت اللي رانا فيه، هذا الوقت اللي رانا فيه مع اللي داروا الخلع هذايا وداروا الاخر، دوك النساء شغل ولا عندهم شغل نظره واحده اخرى جهه الراجل، فهمت؟ ولا شغل يقول لك انا نتزوج ولا حبيبي يدير لك شي عفسه نسمح فيها نورمال تمتم ونربحوا بزاف عفايس وكذا، مي بصح في هذا لوكا ماشي كاع النساء كيف كيف. انا بيرسونالمون عندي مراه الي بلو فيدال كو موا، مالغري كو سيريو كلش باين، سي با C'est pas une question d'homme ou de femme. Hein? Fidèle, c'est la femme qui est fidèle. Moi, pour moi, je suis fidèle. Il faut que nous nous fassions fidèle. Je suis fidèle. المرأة هي اللي في دال. المرأة ماشي راجل. المرأة باسكو هي اللي تخاف على دارها. تقول لك نتزوج ومن بعد شكون بيا أنايا؟ ولادي شكون يرفدهم؟ وقال الراجل. المرأة. المرأة بيان سور دوك انا ساميتون غير دوك مرأة هكايا كبيرة بس بها مع راجلها تقول لك هيا نتلقى يا خلاص صافي. إذا كانوا دي بروبليم سيريو مشاكل بيناتهم. صح انا قلت له في زوج. بصح شكون اللي بزاف فايت شوية؟ اللي بزاف. المرأة. وانتايا؟ انا نقول راجل خو. يا خو لو مومو اللي انا فيه سي ديفيسيل باش تعرف شكون اللي فيه دال شكون، مي لو مومو دوكا ما كاش ني راجل ني مرا لي دو يا خو ماشي فيه دال. لا غير الراجل. الراجل نشوف فيه دال. ها باسكو الراجل مهما كتسيف مهما كتسيفتو ما راحش يكون يخون المراه، والمراه عباك المراه تغرها الدنيا فهمتني، المراه كاش حاجه هكذا ما باش المراه غير تشوف كاش حاجه باك طلعت بها سي بون كباب تخلي الراجل وتروح، من الراجل ما يخليش المراه فهمني خويا فهمتني، الراجل مهما كتسيفت الزوالي عنده وما عندوش والله ما يخليها. المراه فيدة اكثر من الراجل. ما باسكو المراه هكا، المراه فيدة اكثر من الراجل. دوك الراجل كي يروح يتزوج راك فهمني يروح باش اللي كتبه ربي، من مراتك زي جيلو فهمني، عندك دار عندك طوموبيل عندك كذا عندك كذا، ايه كاين دوك الناس مساكن كاين الدنيا كاين اللي عنده كاين اللي ما عندوش. انت راك تشوف في روحك فيدال ولا لا؟ لا انا والله غير انا متزوج، انا والله غير ما نكذبش عليك، انا مرتي معايا اشوف، انا مرتي كي عرفتني عرفتني زوالي ودوك راني الحمد لله عليك يا ربي صافي دير مازال لي فيدال مرتي ونموت على مرتي ما نكذبش عليك. يعني فيدال مرتي انا ما نكذبش عليك والله غير للاخر قاعد هنا. ما تسمعش في دارها وما تسمعش في ولادها، ميم لا قدر الله بات شري يموت راجلها تتلق توجور تلقى قاعده على ولادها. تقدر ما تعاودش الزواج غير على موح قليل اللي تلقاها تعاود الراجل غدوه مداك يعاود. راجل تمتم يعاود وتمتم ينسى من المراه. نو المراه فيدال بزاف فيدال. يعني انت فيدال ثاني؟ وي شي فيدال الحمد لله. تبان لي المراه باللي اكثر يعني هي اكثر وفاء من الراجل، ولكن دائما مربوطه بالتربيه نتاع الانسان فهمتني، التربيه نتاع الانسان عندها دور كبير في ميدان كهذا. وانت مزوج؟ متزوج. انت وافي انت يا. ولله الحمد. كيفاش عرفت روحك باللي انت وافي؟ نشوف يعني على حساب المراه راضيه بالمعيشه معايا مهنيها ما عنديش مشاكل معاها في 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 داري. الراجل يا باسكو الراجل اللي يخدم مينافيكي اغلبيه لا ماجوريتير تلقى ديفو المراه. انت تقدر تجيب غير زوج ملايين و500 يبان لها واحد 10 ملايين للشهر تبدلك بالدورو بالسوردي خويا باين الصوت. ايه علاش يقول لك نتزوجوا في الاوروب جنسيه بريطانيه عندها كوارط وفيدال خويا. كاين ظروف اللي باش تخلي الانسان يكون وافي او ماشي وافي. بار اكزومبل الصراحه الصراحه دونك الانسان اذا كان يكذب اوتوماتيكمون تكون ما عنده حتى شخصيه ما عنده حتى وفاء يا اخي هكذايا. اذا كان الانسان قبالة سواء من الراجل ولا من المراه جاب لي ربي اللي يكون وافي تاع الصح اللي يكون كوريكت. الراجل الله يعلم. علاش؟ علاش؟ لان الراجل لو يعيا بزاف فهمت كيفاش؟ على جال هادي. لا لا ماشي غير على جال هادي، بون يعيا بزاف برا ويصبر على بزاف حوايج برا باسكو دوكا الحالات بدلت برا، سي بور سا جو بونس كو راه فيدال بزاف لمرتو
عرفتش يحمل حوايج بزاف برا على جال العائلات هذا. دوك تولي على شخصيه الانسان صراحه، بصح يعني حسب ما خلقنا رب العالمين هي المراه تكون وفيه اكثر من الرجل. الراجل خو علاش؟ اي باسبور اسكو واش انا نشوفو تروح بار اكزومبل لي جوستيس تلقى الخلع بزاف، نتا هما اللي دومونديو ديفورس. فوالا يعني على هذه انت قلت بلي الراجل هو في اكزاكتومون. من بكري ماشي حتى دوكا المراه تكون في دال على الراجل. لا لا انا نشوفها هكذا. الله اعلم. نظن بلي المراه هي اكثر وفاء من الراجل، وعلى خاطرش المراه تحافظ على بيتها اكثر من الراجل، تكون فيدال. ونظن بلي النساء عندهم شخصيه اكثر من الراجل، عندهم شخصيه قويه على الراجل. شفت انا شفت نسبه الوفاء اكثر من ناحيه المراه في سكان الجنوب، من ناحيه ورقلات وقورت المناطق اللي دي. هناك الرجاله بيحبوا يخرجوا كثير في الصيف بالذات، سيرتو في الصيف يجوا هنا الجزائر، يروحوا تيموشنت عنابه يحوسوا ويديروا ويديروا اصدقاء وصديقات وبالك حوسوا، فبتخرج لهم طرق يلعبوا فيها لعيب يعني بالك. انما النساء ما عندهمش حريه الحركه دي. المراه اللي تكون وفيه وتكون فدال للزوج تاعها، وفي بعض الاحيان الزوج ثاني. يعني شكون اللي كثر؟ شكون اللي كثر؟ المراه بوكو بليس المراه. ما نعرف انا تجيني في بالي هكا. يعني كي جيتي انت مراه ولا كيف؟ لا لا هو يعني دائما الراجل هو اللي يبداها شويه، ومن بعد تولي المراه الساعه اللي كان بدا تكذب عليه تبدا تدرك عليه، بصح هي الدور تجيني في داله. المراه يا اخو باينه، يا باينه يا اخو. الراجل يخرج قدام ما تقدرش تحكمه يا اخو، او في الدار او مانيش عارف انا. كثر الخروج بالنسبه للمراه في غير نطاق العمل بيخليها تشوف حاجات، راسها يدور في حاجات واحده اخرى، وطبيعي واخد بالك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال قصته عقل ودين، قصته عقل ودين، التاثير عليها سهل، فممكن بسهوله جدا تطيح في حفره من حفر بعض الذئاب اللي بيقولوا، فبتبقى سهله ان هي تنقض للخيانه اكثر من الراجل. وما تدري بالك على حساب يا من داك تلقى مراه في دار، ومن داك تلقى راجل يكون صح في دار. بصح لا بلو بار يا خو الرجال يقول لك خداعين يا خو ما على باليش. المرأة يا أخو هذيك هي اللي في دار. اه يا المرأة يا داك تشوف هكا هكذا مو ما على بالي. اذا لو كنت زوج ما تكونش في دال انت يا ماشي قضية في دال يا خو، دوك على حساب يا خو انت دوك. انت تكون في دال ولا لا؟ لا انا نضمن لك بلي نكون في دال يا نعرف روحي واش نسوى وليك سكسايا انت يا كيف كيف باينه واش قالوا انا ما انا يا